المشاريع الاستثمارية ضرورية، يعني إن كان أنه إحنا الضروريات الحاكمة أولويات اللي ذكرت هنا رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية، لكن إحنا حتى بقانون تمويل العاجز خلينا نسبة 20 أو 25% تمويل المشاريع الاستثمارية اللي 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 مستمرة، يعني جاري العمل بها، لأن هذه المشاريع إذا تنترك راح يصير بها اندثار وصير بها خسارة مضاعفة، بينما إلى واصلة نسبة 70 أو 75 أو 80% كأنما محتاجة إلى أموال قليلة، فراح يكون أنه تمويلها والمضي بها وأنه تكمل راح تصير بها واردات استثمارية بها فائدة على الموازنة العامة للدولة، راح يشغل العاطلين عن العمل، الدرء إلى واردات مثلا مستشفيات، مثلا مدارس، مثلا أسواق. لكن الحديث السابق أنه اللجان النيابية خصوصا المالية أيضا لم تكن لتقبل بعجز 25%، ويدور الحديث عن تخفيض العجز كشرط لتمرير الموازنة. لا عفوا، مو عجز، أنا قلت 20% استثمارية. نعم. من, 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 من قانون التمويل العجز. نعم. مخصص للمشاريع طيب. الاستثمارية طيب. يعني الاستثمار احنا ما نهمل نهائيا، احنا صح عندنا أزمة رواتب وأزمة أزمة مالية خانقة، لكن هذني خلينا نقول هذني حلول على المستوى القريب، حلول للأزمة على المستوى القريب اللي راح بها فائدة ملموسة. أكو مشاريع مثلا متلكية أو متوقفة، مثلا 10% نسبة الإنجاز، هذا إذا تمول بهالظرف هذا الصعب، الجدوى الاقتصادية هاي المعادلة بهالظرف هذا مو صحيحة، لكن إذا مشاريع باقي لها يعني نسب إنجاز قليلة وتدخل إلى العمل، هذا ضرورة أنه إحنا يعني نمولها ونستفاد من عدها.